تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار بيت الرب، يرنم قلبي وجسمي، يرنم قلبي وجسمي للإله الحي. طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يبرحون يسبحونك. تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار بيت الرب. بيتو خالوه عيلت وقدم بمديلوخ سغدت ملكوش ما يونو حاسولي كل ضحتيت له ملكوش ما يونو حاسول الخلد اهتينا له صلاة على إيمة المراه ألوه قبل قربونوخ نترحم علينا بصوتوخ. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أهلنا أيها الرب يسوع أن نحيا ذكرى أمتك الراهبة القديسة رفقة، وقد رفعتها لنا مثلا في حمل صليبك، وجعلتها شفيعة الألم تردد مع رسولك بولس: لا أعرف إلا يسوع مصلوبا. قدرنا ربي أن نحمل الصليب نظيرها بإيمان ورجاء ومحبة، لنحظى معها بما أعددته لمحبيك، بما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. فنمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. برغور أبونا رفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي غمر قلب رفقة بالحنان وأحاطها بعطفه الأبوي، وإلى الإبن الذي غذى حياتها بالقربان وملأها فرحاً وسلاماً، وإلى الروح القدس الذي جعل جسدها وروحها هيكلاً مقدساً. برخمور أبوه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من دعوت رفقة إلى العمل في كرمك فكرست السنوات الأولى من حياتها الرهبانية للخدمة وتعليم الفتيات، ثم ألهمتها فدخلت دير الراهبات المتوحدات وتفرغت لحياة التقشف والصلاة والخدمة الدينية حتى صارت رسولة جديدة مثالاً للألم الفادي وشفيعة للمتألمين. نسألك الآن أيها المسيح إلهنا بشفاعتها على عطر البخور أن تبقي رفقة خميرة قداسة لأديارنا وعيالنا، ومثلاً حياً لكل متألم ومعوق وعاجز، لكل ضرير ومريض، ليحملوا صليبك بحب وفرح. قدس بمثلها الأطفال والشبان والفتيات، المعلمين والمعلمات، الرجال والنساء، الرهبان والراهبات، المرضى والأصحاء، وأهلنا معها
ومع أمك العذراء والقديسين شفعائنا أن نمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس برخمور أبو الآن وإلى الأبد. آمين. ربي صن كنيستك نشئ فيها قديسين قديسا ربي صن أديرتك قدس فيها رهبانا ورهيبات هللويا رفق هبة رفق سلكت درب الصليب فيه ملكت أغلى نصيب دنيا الشقاء كان جناها مجد السماء وجسناها أختنا القديسة رفقة المتألمة بفرح وإيمان صلي معنا على هذا البخور ليقبل المرضى والمتألمون نصيبهم بشجاعة فيكملوا في أجسادهم وأرواحهم ألام الفادي الإلهي ويتقدس ويقدس العالم لمجد الله الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. قد شط ألوه قد شط حيلته قد شط لميوته اترحم علينا قد شط ألوه قد شط حيلته قد شط الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. آمين. بيعت الله سري وافرحي بالقديسين عاشوا في روح البر عند الرب مرضين سبحي الرب عني وافرحي بالقديسين امدحيه وغني عند الرب مرضين للمسيح الغفور نشكر لتقديسه يهدينا درب النور فيك رفق القديسه فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس وبارك يا سيدي. المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا المكان والعاملين فيه وزائريه إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى تيموتاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس وإلى جميع القديسين الذين في أخائية كلها، النعمة لكم والسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو المراحم وإله كل تعزية، هو الذي يعزينا في كل ضيقنا لنستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيق بالتعزية التي يعزينا الله بها.
فكما تفيض علينا آلام المسيح كذلك تفيض أيضا بالمسيح تعزيتنا. إن كنا نتضايق فمن أجل تعزيتكم وخلاصكم، وإن كنا نتعزى فمن أجل تعزيتكم، وهي قادرة أن تعينكم على احتمال تلك الآلام عينها التي نتألمها نحن. إن رجاءنا وطيد من جهاتكم، لعلمنا أنكم كما تشاركون في الآلام كذلك تشاركون أيضا في التعزية. والتسبيح لله دائما وبارك يا سيد. هللويا وهللويا. الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: دخل يسوع إحدى القرى فاستقبلته في بيتها امرأة اسمها مرتا، وكان لمرتا أخت تدعى مريم، فجلست عند قدمي الرب تسمع كلامه. أما مرتا فكانت منهمكة بكثرة الخدمة، فجاءت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب الرب وقال لها: مرتا مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، إنما المطلوب واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. مساء الخير أحبائي، عم نلتقى اليوم مثل كل مساء عبر شاشة الام تي في حتى نكون عم نصلي سوا ونحتفل عبر هالشاشة بالقداس. واليوم مميز، اليوم 23 أذار نحتفل بالكنيسة المارونية بعيد القديسة رفقة. ومين أكتر من القديسة رفقة بهالظروف يلي عم نعيشها قادر يكون لقلنا مثال وصورة رائعة وقدوة بتحمل الألام، وقدوة بعيش اللي عم نسميه اليوم هالحجر الصحي. ولكن قبل ما أحكي عن القديسة رفقة، بحب أرجع إلى الكلمة يلي سمعناها من الكتاب المقدس من إنجيل القديس لوقا. اليوم عم يدخل يسوع على بيت مريم ومرتا. بالعادة الناس تظهر لتشوف يسوع بالطرقات، اليوم يسوع يدخل على بيت مريم ومرتا. واليوم يسوع كمان عبر هالشاشة وعبر هالقداس وعبر كلمته عم يدخل على بيوتنا. ومثل ما دخل على بيت مريم ومرتا، كان في مرتا المنهمكة بأمور كثيرة،
وبيقول الإنجيل كانت مضطربة، عتلاني هم، خيفاني، معجوءة. أما مريم فقد اختارت النصيب الأفضل، والنصيب الأفضل بقلبها العجقة لما دخل يسوع على بيتها إنها قعدت عند أقدام الرب يسوع. والجلوس عند أقدام الرب يسوع هو جلوس من أجل التتلمذ، من أجل أن نكون تلاميذ، من أجل الإصغاء والسماع لهالكلمة. بقلبها العجقة مريم عرفت أنه الأساس هو حضور يسوع في بيتها، منشان هيك تركت كل شيء وراحت تجلس حتى تصغي لكلام الرب يسوع، وهالكلام يعطيها حياة ويعطيها رجع. واليوم نحن بحاجة، بحاجة نعرف بقلبها العجقة، بقلبها الخوف، بقلبها القلق، نعرف نركض ونركع عند أقدام الرب يسوع ونصغي لصوته. في كتير أصوات اليوم، ممكن أصوات تخوفنا، ممكن أصوات تحط فينا القلق، ممكن أصوات تخلينا نفهم الأمور بطريقة مغلوطة. وحدة كلمة الله، وحدة صوت الرب، إذا تركناه يكون هو الصوت الأعلى بحياتنا، قادر يعطينا رجاء، قادر يشيل منا هالاضطراب. والقديسة رفقة يلي عم نحتفل بعيدة اليوم، أولا هي بإرادتها وباختيارها الكلي حبت تعيش الحياة الرهبانية، يعني تعيش هالخلوة يلي نحن اليوم شوي عم نتشكى منها وشغلة كتير صعبة. القديسة رفقة هي بإرادتها بالبداية أرادت أنه تترك العالم وتعيش بقلب جماعة دايرية وتختلي للصلاة والعمل، وهي بتعلمنا هالشي. ولكن بمرحلة متقدمة من حياتها المرض ألزمها أنها تعيش بغرفتها لوحدها، تعيش منعزلة عن البقية، وتعيش بحالة منا سهلة كانت بحياتها. كلكم تعرفوا قصة حياتها، اليوم نتطلع فيها. هي اللي عرفت تحول هالألم، تحول هالاختبار العزلة اللي عشته لسنوات طويلة، تحوله لاختبار في تعيش لقاء حقيقي مع الرب، تعيش وقت صلاة، تصلي للرهبنة تبعها، تصلي لبلدها، تصلي للعالم كله. هالاختبار قدسها وجعل منا قديسة، وقديسة تشفع بكل المرضى والمتألمين. اليوم نحن بنرفع صلاتنا عبر هالشاشة، شاشة الـMTV، بعيد القديسة رفقة، نطلب شفاعتها لوطننا لبنان، لإلنا، لخاصة المتألمين والمرضى، وخصوصة لكل هالأشخاص يلي اليوم ملزمين بأنهم يحجروا حالهم، لأنه إما هني بحالة مرض أو حابين يحموا غيرهم. من صليلهم اليوم نطلب شفاعة القديسة رفقة، هي اللي عاشت هالاختبار لسنين طويلة، تساعدنا اليوم ببيوتنا، بمستشفياتنا، بالأماكن يلي نحن ملزمين نحجر حالنا فيها، تساعدنا نعيش هالوقت كوقت خصب لقاء حقيقي مع الرب، نسمع لبعضنا، نحكي مع بعضنا، وأكيد نسمع للرب ونتوجه لإله، هو المعلم الحقيقي والصوت الأعلى يلي لازم يكون دايماً عم يعطينا الرجاء بحياتنا. بتمنى لكم عيد مبارك، وبتمنى الشفاء لكل المرضى بعيد القديسة رفقة. آمين. منجدد إيماننا، نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد،
الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. هللويا. قال الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم. قابلاني حضن العذراء الأم الناقي، العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة. سرت فوق المسبح قوتا للبيع. هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت كرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من كرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف ومار مارون ومار شربل والقديسة رفقة وجميع القديسين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، المرضى والمتألمين. ونذكر وطننا لبنان، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. هللويا لوالدات الله الأم العذراء، الأنبياء والرسل والشهداء، والخدام الكهنة جوق الأبرار، كل أولاد البيعة نحيي التذكار. هللويا المريم يلدت ألوه هيد خرونه، لن بيشلي حمص وهدي وكيني وكوني، والخلهن يلدي دعيته من دور النور، وعلام العلم علمين. آمين وآمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدام الروح القدوس. ليصالح بعضنا بعضا، المسيح صالحنا مع الله. سلامي أعطيكم سلامي يدوم، سلام المحبة سلام الأخوة بين الشعوب. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. أمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد
وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك، لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله، لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب، حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله صبوت السماء من مجدك العظيم. أشعنا في العلا مبارك الآتي باسم الرب. أشعنا في العلا. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودك دم حاشود إليه مع بيت حاية نساب اللحم بدا وقاضي شوتو وبارخ وقاضيش وقصو يا بالتلميدا وكدومار ساب أخول منه كل كون هونو دينيتاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو ساقية ما تقسي وما تيهب حصوية حوبة والحاية دلعوا لم علمي. آمين. وخانوا عالكوسو دمزغوا من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدا وكدومار سابشتاو منه كل كون هونو دينيتاو دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو ساقية ماتي شدو ماتي هب حصويو تحوبي والحاية دلعو لم علمين. آمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين أن لا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح
إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي ومار بولس مطراننا وسائر الأساقفة واعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا. نسألك يا رب. يا رب ارحم واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام. نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتول القديسة ويتلاه مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومار شربل ومار يوسف والقديسين كافة. ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم. نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الأباء والأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم. أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحمة وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أمين. آمين. هيمنا مقربنا ربنا وسنا وخلصتنا يا رب روح معك واشفق علينا واقبل قرابيننا يا رحيم وهذه الذبيحة دع الخطايا كما قد رسمت بفضل عميم كما قد رسمت بفضل عميم.
يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. آمين. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس، الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مسبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله. أقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس، الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، القطاف لا ينتهي، قطاف الحياة، والحصاد لا ينتهي، حصاد المحبة، والغلال لا تنتهي، إلى نور الرحمة. هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم. طوبى للمدعوين إلى وليمة
حمل. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. قد أكلت جسدك المقدس لا تأكلني النار وعيناي التي مست به رحمة تبصر. لم أكن هنا غريبا عن أسرارك فلا تجعلني خارجا عن جوارك. لا توقفني مع الجدار في الجانب الأيسر بل مع الخراف آل اليمين أسبحك مدى الأدار. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك. احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بالسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب. عودوا إلى الحب فالخارج عنه غريب. توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب. عودوا إلى الحب.